انا كان هاد الدراري راني عندي 70 عام عيت ما تليتش قدرت نقابلهم، وليت عيانه وليت مريضه، الدري عيانه الدري عيان باهم عيان يبولوا هادوك بجوج، عيت ما تليت قدرت نشتف ما تليت قدرت نصبل، راه الحاله حاله الله. عمامهم راه عندهم وليداتهم يلاه مقابلينهم تا هما معاهم، داكشي اللي جابوه راه كيوكلوه ليهم. انا عييت ما صحه قلت مشات، راه هادي راه مع شحال من عام راه عندهم الدري راه عنده 28 عام، الدري راه عاد 30 عام، البو راه مريض حتى هو داي عيبات عفل سواق في الزناقي في لي والي يلوح ليه ما نطا يعطيها لي الحاله راه حاله الله. ما خلينا فين دينا، مشينا لعند العامل ديال السطات، مشينا للعامل ديال برشيد، مشينا لعند وكيل الملك، مشينا ثاني نعستو في طيط من الليل بنت خبيه، ثاني شدوه ضربوه المسطين جرحوه، شديتو وجدتو ما سخيتش بيه، قلت اللهم يمشي هنا يبقى يدور هنايا. ملي شفته هنا مشيت هنايا عاد القيد، قلت له يا ودي سعاده القيد عطيني ورقه نسخره دري والديه ما كاينينش باه مريض ومورا ديعق بالبرنوسي هاربه، قلت له ودي عطيني ورقه يعود يموت ولا شي حاجه كيخرج يضيع، راه توادر 6 شهور وحنا نقلبو تصنيه، دابا يضل مع الكوري مع البهيملي، راه جا شافو القيد بعدا راه صاوب ليا الدفا هو اللي معاوني، صافي القايد اللي معاوني صلى على النبي، مرة يشري ليا الدواء راه صاوب ليهم الدفا يركب تالي، المرض عندو مرض عقلي ما يهدرش، السمع يسمع وما يهدرش، هما كلهم بثلاثة مرادي الحالة حالة الله، راه اللي شاف هاد الحالة راه غادي يشوف من حالهم. كنطلب من المسؤولين يشوفوا في هذه الحاله، كنناشد المسؤولين القلوب الرحيمه محسنين اللي شاف من هذه الحاله يشوف من حاله، حقوقيين جمعويين سعاده العامل عطاني الاوامر ديالو ما وصلنيش داكشي اللي حد الان باقا ما توصلتش به، بغيت نعرف علاش هذا الشيء هو اللي كاين. هانتوما الحاله راه العين راه نتوما كتشوفوا، انا راه ما غاديش نسكت، غادي نبقى نهضر عليهم حتى راه ما دزتهمش، راه من الراجل اللي قاطع رجلي وانا اللي كنصرف عليه، راك شفتو كلشي، لا ما جاتش ليهم راه ما ياكلوش، شوف الدري كيفاش تايخ دوار القواسم اقليم برشيد.